الأخبار اللي بتتكلم عن المؤتمر الاقتصادي واللي كانت مسيطرة هي كمان بشكل كبير على الجرائد والمواقع النهاردة. المصري اليوم استطلعت آراء خبراء اقتصاديين وسياسيين عن تأثير التعديل الوزاري اللي تم إعلانه امبارح على المؤتمر. فكان الرأي الغالب أن التغيير بيبعث رسالة إيجابية ومهمة للمؤتمر الاقتصادي بأن الدولة ماضية في تحقيق الأمن والاستقرار للمستثمرين، واستبعد أغلبهم تأثر المؤتمر بالتغيير الوزاري لأنه شأن داخلي للدولة المصرية. الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة أكدت أن تأثير التعديل الوزاري الأخير على القمة الاقتصادية إيجابي لأنه إعلان عن تغيير طرق مكافحة الإرهاب بتغيير وزير الداخلية، وده الملف الأول اللي بيهتم بيه أي مستثمر في العالم. قالت كمان أنه ممكن تأجيل التعديل لبعد انتهاء المؤتمر، ولكن ملف الأمن ساهم بالتعجيل بالتعديل لبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين والمشاركين فيه. كمان قالت الدكتورة هالة مصطفى أستاذة العلوم السياسية أن الفترة الأخيرة شهدت أحداث عنف متكررة، منها قتل النشطة شيماء الصباغ وتفجيرات المنشآت، ولأن الملف الأمني من أهم العناصر المشجعة للاستثمار كان لازم يكون فيه إجراء زي التعديل الوزاري يؤكد أن الحكومة جادة في ملف تحسين الوضع الأمني. الخبر الثاني من المؤتمر الاقتصادي برضو من جريدة الأهرام بيقول أن شركة مصر للطيران قدمت 25% تخفيض على أسعار جميع الرحلات الدولية اللي بتيجي للقاهرة أو شرم الشيخ علشان تشارك في المؤتمر. قال الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران إن الشركة هتسير 85 رحلة منتظمة و 38 رحلة إضافية من مطار القاهرة لشرم الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي، بالإضافة للرحلات الدولية المباشرة اللي بتسيرها شركة مصر للطيران لمدينة شرم الشيخ من بعض العواصم العربية زي الكويت وجدة والرياض. والشركة كمان هتقوم بتسيير 123 رحلة داخلية من القاهرة لشرم الشيخ في الفترة من 10 ولحد 17 مارس الحالي، وهيكون يوم الخميس 12 مارس هو ذروة التشغيل لأنه هيتم تشغيل 25 رحلة داخلية لمدينة شرم الشيخ في اليوم ده. دي من الاستعدادات برضو للمؤتمر الاقتصادي. النهاردة كان في خبر يبدو ان مواقع التواصل الاجتماعي اهتمت بيه لانه كان في نسبه شير كبيره او نسبه اعاده نشر للخبر ده بشكل كبير. من جريده الوطن الخبر بيقول ان النيابه الابراهيميه قررت انها تحبس غفير خصوصي 4 أيام على ذمه التحقيق بعد اتهامه بزراعه بانجو والتنقيب عن اثار. طيب تمام، يعني ولو انه حاجه غريبه برضو ان غفير يعمل ده، ولكن المثير للاستغراب والدهشه ان الراجل ده بيشتغل في حديقه لفيلا لعميد شرطه في مدينه الابراهيميه بالشرقيه. بدات الواقعه بعد ما تلقى اللواء مليجي فتوح مدير امن الشرقيه بلاغ من عميد شرطه في مديريه امن الشرقيه انه اكتشف قيام الغفير المكلف بحراسه فيلته بزراعه جزء من ارض حديقه الفيلا بنبات البانجو، بالإضافة كمان لحفر في الجزء الخلفي منها للتنقيب عن الأثار. راح ضباط مباحث المركز لمكان الإبلاغ أو البلاغ واكتشفوا وجود 455 شجرة بانجو، تخيلوا الرقم، وحفرة عمقها 6 متر بهدف التنقيب عن الأثار. تم ضبط المتهم أدوات الزراعة والتنقيب وتم اختار النيابة لتولي التحقيق. خبر الحقيقة يعني غريب جدا، يعني مش بس حضرتك مجرم، لا حضرتك كمان مجرم وتحت أعين المسؤولين وتحت أعين الشرطة تحت أعين الحراس، حاجة يعني خبر فعلا يستحق أن الناس تتوقف عنه. الخبر اللي بعد كده عن نقابة الصحفيين اللي قرر مجلس نقابتها إعادة الدعوة للجمعية العمومية علشان تنعقد في 20 مارس، وده بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في عمومية النهاردة اللي كان مفترض يتم انتخاب نقيب جديد وست أعضاء خلال، وده بعد ما سجل 1009 صحفيين أسمائهم في الجمعية بس. أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنتهية ولايته في تصريحات لليوم السابع إن عدم اكتمال النصاب هو أمر يحدده القانون،
وقال ان الجمعيه العموميه بتدرك اهميه المرحله اللي بيمر بيها جموع الصحفيين. اما يحيى قلاش فاكد وهو المرشح على منصب النقيب اكد ان انتخابات النقابه مناسبه لاجتماع الجماعه الصحفيه وان اليوم ده بيعتبر عرس ديمقراطي للصحفيين، وقال ان انتخابات نقابه الصحفيين مش مجرد انتخابات لجماعه فئويه ولكنها مؤشر مهم بيبعث الامل والتفاؤل. وضح كمان ان اهم حاجه في برنامجه الانتخابي هو اعاده الثقه للعمل النقابي واسترداد شباب الصحفيين اللي تم استبعادهم من النقابه. نخرج من الخبر ده ونروح للاعب محمد صلاح واللي كان يعني مطار اهتمام الاعلام الرياضي المصري والايطالي من امبارح بعد تألقه بشكل لافت في مباراة فريقه فيورنتينا الايطالي امام يوفنتوس في قبل نهائي الكاس وتسجيله لهدفين قاد بيهم فريقه للفوز بالمباراة 2-1 في عقر دار يوفنتوس. حظى صلاح باستقبال حافل من وسائل الاعلام الايطاليه وجماهير نادي بعد وصول بعثة الفريق لمدينة فلورنسا معقل فريق فيورنتينا، وخاصة أن الفوز ده هو أول فوز لفيورنتينا على يوفنتوس من 7 سنين. كشف نادي فيورنتينا الإيطالي أنه هيطرح قميص جديد خاص باللاعب الدولي المصري في المتاجر الخاصة بالنادي بعد المستويات الرائعة اللي قدمها مع نادي من وقت انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي. هي خبر يخلينا كلنا سواء بنحب الرياضة أو ما بنحبش الكورة إن احنا نكون فخورين إنه لاعب مصري بيحقق هذا الإنجاز، وخاصة زي ما الخبر بيقول إنه بعد 7 سنين من عدم وجود أي فوز هو أحرز هذا الفوز. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم جولتنا في الصحافة اليوم.